النهارده بدايه مميزه. نتذكر العام الماضي كانت بدايه ايضا مميزه امام فريق بيدفست الجنوب افريقي، وتاهل النادي الاهلي على حساب فريق بيدفست لدور دوري او دور المجموعات دور 16 بالشكل الجديد اللي عمله الاتحاد الافريقي لهذه البطوله القويه، اللي اعتقد ان لما دور 16 بقى دور مجموعات بقت اقوى مما كانت عليه من قبل. فبالتالي ان شاء الله يبقى ايضا هذا الموسم يبقى بدايه مميزه، بدايه تبقى قويه، والتاهل على حساب ان شاء الله الفريق الجابوني منانا الجابوني. نتمنى كل التوفيق لفريقنا. يمكن ده الشكل او ده من فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. نتمنى له ان هم يكونوا مركزين، يكونوا فاهمين ان العام الماضي يمكن حظنا كان وحش. طبعا الوصول للنهائي دي حاجه مميزه، ولكن طبعا اخفاق انك تحصل على البطوله اعتقد ان ده يعني كلها بتاعت ربنا وعمليه اجتهاد، ولكن طبعا ان شاء الله هذا الموسم يبقى الوضع مختلف لفريقنا، ونوصل ان شاء الله في نوفمبر القادم نكون رافعين كأس افريقيا ان شاء الله، وتبقى التاسعه زي ما احنا كنا بالنادي العام الماضي من خلال تواجدنا، بتكون ان شاء الله كأس افريقيا للنادي الاهلي. خلينا نروح بقى لجرافيك الخاص بالفرقتين والخاص طبعا بالمباراه. يمكن هنبتدي طبعا ان المباراه ما بين الاهلي ومنانا الجابوني في دور ال 32 او الذهاب ال 32 ما بين الاهلي المصري ومنانا الجابوني. ده يمكن شكل المباراه واثنين لوجو او اللوجو الخاص بالفريقين. مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2016 2017 العام الماضي، الاهلي لعب 14 مباراه، فاز في 6، خسر في 3 مباريات، تعادل في 5، احرز 20 هدف وعليه 12 هدف. ده اللي تم احرازهم في مرمى النادي الاهلي من خلال مشاركاته ال 14 في دوري ابطال افريقيا، واللي وصل فيه للمباراه النهائيه امام الوداد، واخفق النادي الاهلي في حصوله على البطوله في المباراه النهائيه. ده مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بالنسبه للعام الماضي. لاعب النادي الاهلي الاكثر تسجيلا للاهداف في دوري ابطال افريقيا العام الماضي وليد ازارو هداف الفريق في هذه البطوله العام الماضي 4 اهداف، جونيور اجاييه 3 اهداف، عبد الله السعيد هدفين، وعلي معلول هدفين، اما رامي ربيعه هدف واحد. نتمنى له طبعا الرجوع بالسلامه لفريقه سالما. ده بالنسبه للاعبين الاكثر تهديفا لبطوله العام الماضي بطوله افريقيا. توقيتات اهداف النادي الاهلي في النسخه الماضيه، بدايه من الدقيقه 1 للدقيقه 15 النادي الاهلي احرز 6 اهداف، من الدقيقه 15 للدقيقه 30 النادي الاهلي احرز هدفين، ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45 النادي الاهلي احرز هدفين، ومن الدقيقه 45 للدقيقه 60 5 اهداف النادي احرزهم، ومن الدقيقه 60 للدقيقه 75 كان النادي الاهلي احرز 4 اهداف، اما من الدقيقه 75 للدقيقه 90 النادي الاهلي احرز هدف واحد. ده بالنسبه لتوقيت اهداف الاهلي في النسخه الماضيه لهذه البطوله. تفاصيل اهداف النادي الاهلي في النسخه الماضيه، لما نيجي نتكلم من داخل منطقه الجزاء 16 هدف، اما من خارج منطقه الجزاء 4 اهداف، 13 هدف من الحركه منهم 5 اهداف بالراس، ومن ركله ثابته هدفين، ومن ركله ركنيه هدف واحد، بالقدم اللي يعني لو احنا بنتكلم من ركلات جزاء هدف واحد، ومن عرضيه 3 اهداف، طبعا 5 منهم بالراس وواحده بالجسد وواحده وتسع اهداف بالقدم اليمنى وخمس اهداف بالقدم اليسرى. يمكن احنا مفصلين بشكل قوي جدا بتفصيله مهمه جدا بالنسبه للشكل اللي كان تم احراز الاهداف دي من خلال طبعا العام الماضي. يمكن الخمسه بالراس، واحده بالجسد، وواحده او تسع اهداف بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى، 5 اهداف. ده بيبين قد ايه النادي الاهلي مميز جدا كمان بالنسبه للاعبينه اللي بيلعبوا بالجزء او بالقدم اليمنى. ده شكل وتفاصيل اهداف النادي الاهلي في النسخه الماضيه 2016 2017. ده اللي احنا قلناه بالنسبه لتوقيت اهداف المسجله في الاهلي. بقى ده التوقيت اللي بيجي في الاهداف في النسبه في النادي الاهلي. يعني احنا قلنا بالنسبه للنادي الاهلي بيحرز اهداف امتى، ده الاهداف اللي بتيجي في النادي الاهلي. كان في الدقيقه من الدقيقه 1 للدقيقه 15 تم احراز هدفين في النادي الاهلي، من الدقيقه 15 للدقيقه 30 ايضا احرزوا الفرق الاخرى هدفين في النادي الاهلي، ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45 هدف واحد تم احرازه في النادي الاهلي، من الدقيقه 45 للدقيقه 60 تم احراز 3 اهداف، ومن الدقيقه 60 للدقيقه 75 هدفين في النادي الاهلي، ومن الدقيقه 75 للدقيقه 90 تم احراز هدفين في النادي الاهلي. ده بالشكل على الشكل اللي على مرمى
النادي الاهلي، لان احنا قلنا قبل كده الشكل او المرمى اللي كان الخصوم بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان بيحرزهم او بيحرز اهدافه امتى. اما تفاصيل الاهداف المسجله في النادي الاهلي، كان 9 اهداف داخل منطقه الجزاء وثلاث اهداف من خارج منطقه الجزاء، 7 منهم من الحركه واثنين من ركلات ثابته واحده من ركلات ركنيه وواحده من ركله جزاء وواحده من كره عرضيه، 4 منهم بالراس و7 بالقدم اليمنى وواحده من القدم اليسرى. ده شكل وتفاصيل الاهداف اللي تم احرازها في النادي الاهلي. ده يمكن بالنسبه لبعض الامور الخاصه بالفرق الاخرى والنادي الاهلي في احرازهم للاهداف. لاعبي النادي الاهلي الاكثر صناعه للاهداف في النسخه الماضيه طبعا علي معلول من اللعيبه المميزه اللي كانوا متميزين جدا في العام الماضي في بطوله افريقيا. يمكن علي معلول صنع 3 اهداف، عبد الله السعيد طبعا هدفين، وليد ازارو هدف واحد. ده بالنسبه لاكثر اللاعبين صناعه للاهداف بالنسبه للعام الماضي او النسخه الماضيه. نتمنى ان شاء الله زياده في عدد صناعه الاهداف، زياده في عدد الاهداف بالنسبه لفريقنا الموسم ده ان شاء الله، وبدايه من مباراه اليوم. اللاعبون ايضا الاكثر صناعه للفرص، عبد الله سعيد زي ما قلنا 20 هدف، وعلي معلول 13 هدف، احمد فتحي 12 هدف، وجيمي الاجاييه 10 اهداف. ده بالنسبه لدوري ابطال افريقيا 2016 2017. عبد الله سعيد دائما متميز في هذه الجزئيه، نتمنى له التوفيق في المرحله القادمه ومباراه اليوم. ده بالنسبه لكل التفاصيل الخاصه والجرافيك الخاص بالنادي الاهلي، مستكملين معاه حضراتكم طبعا هذه الاحصائيات الخاصه بلاعبي النادي الاهلي والفريق الجابوني. اللاعبون الاكثر تسديدا على المرمى في النسخه الماضيه، وليد سليمان 6 تسديدات، مؤمن زكريا 6 تسديدات، وعبد الله السعيد 6 تسديدات، اما ستانلي اوهاتشو 6 تسديدات. ده بالنسبه ل في اللاعبون الاكثر تسديدا على المرمى في دوري ابطال افريقيا 2016 2017. طبعا وليد سليمان من اللعيبه المميزه في هذه الجزئيه، خصوصا بقى من ركلات ثابته او من كور كرات متحركه. ده اللاعبون ايضا الاكثر تسديدا خارج المرمى، مؤمن زكريا 14 تسديده، جينير اجاييه 12 تسديده، وليد سليمان 9 تسديدات، ووليد ازارو 8 تسديدات، وعمرو اسوليه 8 تسديدات، وعمرو جمال قبل طبعا احترافه في الدوري الجنوب افريقي 8 تسديدات، وعبد الله السعيد 8 تسديدات. ده بالنسبة للاعبين الأكثر تسديدا من خارج المرمى. اللاعبون الأكثر مراوغة بالنسبة للنادي الأهلي وبتكون ناجحة، دايما جونو أجاي متميز في هذه الجزئية 26 مراوغة، أما أحمد فتحي ف 19 مراوغة، شيكابالا كان 18 مراوغة، وأونجم 16 مراوغة، وعبد الله السعيد 16 مراوغة، وأشرف بن شرقي لاعب الوداد المميز أيضا 15 مراوغه. احنا بنجيب طبعا كل التفاصيل الخاصه مش بالنادي الاهلي بالنسبه للاعبون في كل الانديه الاخرى اللي كانت شاركت في هذه البطوله. طبعا حته ان انت تقطع الكره دي حاجه مميزه جدا ومتميز فيها طبعا نجمنا الكبير احمد فتحي، 99 كره قطعها احمد فتحي في نسخه الموسم الماضي، عمرو السوليه 93 كره، علي معلول 64 كره قطعها، سعد سمير 59 كره قطعها من الخصم، وطبعا دي بتعتبر افساد للهجمات الخاصه بالفرق الاخرى، ودائما اللاعبون اللي بيتميزوا بهذه الجزئيه بيبقى ليهم وضع معين في الفريق وبيعتمد عليهم المدير الفني في الجزء الدفاعي. طبعا احمد فتحي وعمرو السوليه وعلي معلول وسعد سمير متميزين جدا في هذه الجزئيه. ممكن الارتكاب الاخطاء ساعات بتبقى بسبب طبعا تعطيل الهجمات، مش شرط طبعا ان انت بتعمل خطا بتبقى قصدك، لا في جزء منه بيبقى تكتيكي انت بتستخدمه عشان يعني تبوظ هجمه او تنهي هجمه ممكن تكون خطر عليك. فبالتالي عمرو السوليه هو اكثر اللاعبين الاكثر ارتكابا للاخطاء، وزي ما بقول لكم مش دائما بتكون ارتكاب الاخطاء، بتكون ساعات بتكون حاجه مميزه للفريق بتاعك. عمرو السوليه 32 خطا يعني ارتكابهم، احمد فتحي 31، وجنرال اجاييه 27، اما وليد سليمان ف 17 خطا ارتكابهم في الموسم
الماضي. ده طبعا احنا مفصلين بشكل كبير كل التفاصيل الخاصه، حتى الاخطاء، حتى طريقه الاهداف بالرجل اليمنى وبالرجل اليسرى. دي حاجه مميزه جدا احنا بنقدمها لكم النهارده من خلال قناه النادي الاهلي. اللاعبون الاكثر وقوعا في مصياده التسلل، مؤمن زكريا 11 مره، ووليد ازارو 9 مرات، جينر اجاييه 7 مرات. ده بالنسبه للاعبون الاكثر وقوعا في مصياده التسلل. ده اكيد طبعا ده ممكن ارقام بتبقى موجوده، لكن طبعا احنا بنتكلم في حاجات لازم طبعا بنوضحها لكم في خلال يوم، وبدايه موفقه ان شاء الله للنادي الاهلي، وبدايه مميزه النهارده واحنا بنقدم لكم حصريا على قناه الاهلي هي هذه المباراه. اللاعبون الاكثر لعبا في النسخه الماضيه، شريف كرامي 1260 دقيقه، احمد فتحي 11152 دقيقة، عمرو السولية 1140 دقيقة، علي معلول 1080 دقيقة، سعد سمير 1080 دقيقة، عبد الله سعيد 1058 دقيقة بالنسبة لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي مع النادي الأهلي. طبعا واضح جدا عدد التوقيتات او عدد الدقائق اللي شارك فيها اللعيبه موجوده بشكل كبير، لان انت وصلت للمباراه النهائيه، فبالتالي اللاعبون زي شريف اكرامي واحد من اللاعبين اللي كان ستاندنج بالنسبه للفريق النادي الاهلي، وباستمرار كان متواجد في المباريات الخاصه بالنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي على ملعبه فاز في سبع مباريات، لعب سبع مباريات، فاز في اربعه وتعادل في ثلاثه، وما تهزمش ولا مباراه على ملعبه، سجل 15 هدف واستقبل 6 اهداف وشباك نظيفه 3 مرات. خلينا اقول لكم يمكن ده بالنسبه لملعب النادي الاهلي. والنهارده طبعا لازم نقول النهارده هو ملعب الرعب، يمكن بقالنا فتره النادي الاهلي ما لعبش بطوله افريقيا، حتى اخر بطوله بالنسبه له 2013 مع كابتن محمد يوسف اللي هيكون متواجد معانا طبعا نجمنا متواجد، واللي حصل عليها مع فريق النادي الاهلي امام اورلاندو بايرتس، كانت الامور صعبه في التوقيت ده، والنادي الاهلي ما كانش بيلعب بطوله افريقيا على ملعب الرعب، ملعب استاد القاهره، واللي هي يمكن الملعب ده مفضل ومميز للاعيبي النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. ده بالنسبه لملعب النادي الاهلي ومشواره في ملعب النادي الاهلي. ده يمكن